مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة ديال البرنامج سيني رشيد. غادي نحاول نبداو واحد سلسلة جديدة قررت أنني نسميها نوستالجيا. علاش نوستالجيا؟ لأنني غنحاول نهضر فيها على دوك الأفلام القدام، وماشي أي أفلام القدام، دوك الأفلام القدام ديال الثمانينات، الفترة ديال أواخر السبعينات والثمانينات كاملة حتى البداية التسعينات، كانت واحد الفترة ذهبية بالنسبة للسينما. علاش؟ لسبب بسيط، هو الفيديو. داك الوقت هو الوقت فين وصل الانتشار ديال داك الجهاز ديال الفيديو VHS، قمة الانتشار ديالو، وتقريبا ما كانش شي دار في المغرب ما فيهاش الفيديو، ولا على الاقل غادي نقولوا بان بزاف ديال الدور، الاغلبيه ديال الدور كانوا فيهم هاد الاشرطه ديال الفيديو هادو، وهذا الشيء ساهم في رفع منسوب الثقافه السينمائيه للمغاربه، ولا على الاقل خلينا نقولوا ساهم في ان بزاف ديال المغاربه انفتحوا على السينما العالميه وبداو يتفرجوا في الافلام اللي جايه من مختلف مناطق العالم، سواء هوليود ولا افلام من مناطق اخرى، خاصه الافلام المصريه والافلام الهنديه اللي كانت عندها لاكوت كبيره بزاف، بالاضافه طبعا للافلام ديال هونغ كونغ، دوك الافلام ديال لي زارماخشو ديال الفنون القتاليه، اللي ولو ان الاغلب ديالها تصور في السبعينات وفي البدايه الثمانينات، الا انها وصلتنا شويه معطله مع هاد المجاهدين ديال الفيديو. طبعا الناس اللي كانوا في المدن الكبار اللي كانت فيهم قاعات سينمائيه شافوهم في هذوك السنوات، وحنا اللي ما كانوش عندنا قاعات سينمائيه تسنينا ان الفيديو وصل عندنا باش اننا نشوفوا هاد الافلام هادو. وكنتذكر انه مثلا في مدينتي اللي ما كانش فيها قاعه سينمائيه، كانت هاد الاشرطه ديال الفيديو هي المتنفس الوحيد للناس اللي ما بغاش يتسناو دوك الحصص القليله اللي كتخصهم التلفازه المغربيه لاذاعه الافلام العالميه، واللي كانت في الغالب يعني محصوره في هذيك الحصه ديال السينما الخميس ديال علي حسن، ولا ديك الحصه اللي مخصصه للفيلم الاجنبي مره الى جوج مرات في السيمانه على الاكثر. كنتذكر انه كبديل القاعه السينمائيه في المدن الصغار بحال المدينه ديالي اللي ما كانش فيها القاعه السينمائيه، كان واحد النوع ديال المقاهي اللي تيعرضوا الافلام السينمائيه، كنتي كتخلص الكونسوماسيون كتدخل كتفرج فيلم ولا جوج على حسب داكشي اللي مخصين ديك الامسيه، وكانت يوميا كدار افلام. هادشي بالاضافه طبعا لبدايه ظهور دوك الانديه ديال الفيديو اللي الناس كيكريو فيهم افلام جديده. بون ملي كنقول لك افلام جديده ماشي الافلام اللي خرجت داك العام، لان النظام باش غادي الفي اش اس ولا دابا الدي في دي ولا البلوري ولا اللي بغيتي، هو انه تيخرج 6 شهور بعد على الاقل من بعد باش يخلي الوقت للفيلم باش انه يدور في القاعات السينمائيه والناس يمشيو يشوفوه في القاعات، عاد كيخرجوه في VHS. كنقصد الافلام الجديده، يعني افلام اللي ما عمرنا شفناهم وكتتاح لنا فرصه نشوفوهم، يعني بفضل هذه الانديه ديال الفيديو ولا بفضل هذه المقاهي اللي عوضت نوعا ما القاعات السينمائيه. بالاضافه طبعا كانت واحد القضيه زوينه عندنا في البلاد، انه فاش كتكون شي مناسبه شي عرس ولا شي حاجه عند شي ناس اللي عندهم الفيديو، فالناس كيتجمعوا كيديروا شي فيلم زوين كيتفرجوا فيه. يعني كنعقل انه تفرجنا مثلا في الرساله، في عمر المختار، في الافلام ديال بروسلي تقريبا كامله، الافلام ديال فان دام، الافلام ديال سيلفيستر ستالون، الافلام اللي كان فيهم ارنولد شوارزينيغر، هذو هما الافلام اللي كانت عندهم لاكوت بزاف. بالاضافه طبعا الافلام الهنديه والافلام المصريه كما كيكون بزاف، خاصه الافلام ديال اميتاب باتشان. دابا ربما المتعه السينمائيه قلالت شويه، لان الا عندك غير نتفليكس في التليفون غتفرج في اللي بغيتي من الافلام، ولكن داك الوقت راه كان فعلا نهار كبير انك تمشي عند شي ناس حنوا من الفيديو وتجلس تتفرج، ولا مثلا تتاح لك الفرصه تدخل لديك القهوه اللي فيها العروض، كانت قهوه مشهوره، يعني كيكون داك التفاعل لان لكن في القاعه. والحاجه الاخرى المهمه عندنا في البلاد هو ان عندنا المنطقه معروفه بالناس اللي عايشين بزاف في الخارج، الصيف فاش كيجيو اكيد كيجيبوا معاهم افلام جداد، وملي كتكون عندهم شي مناسبه عند الناس الخارج ولا كتكون معروض عندهم ولا غادي عندهم الجيران مثلا، كتعرف بانك غتفرج في فيلم جديد. كانت لحظات زوينه بزاف في ظل داك الغياب شبه تامل للصوره في المحيط ديالنا. التلفازه كانت كتخدم حتى ل6 د العشيه مثلا، ما كاينش سمارت فون بحال دابا، ما كاينش البي سي مثلا بحال دابا، ما كاينش سيبر، ما كاينش انترنيت، فكانت الفرصه باش انك تسرق شي وقيته سينمائيه بحال شي فرصه بحال هذه، تكون معروض عند شي ناس، يا يعني تجيك فرصه انك تمشي تحضر في هذوك القهاوي اللي تيكونوا فيهم العروض الافلام، يا تتفارض وكتكري شي فيلم مع هذوك الانديه ديال الفيديو. كانت لحظات زوينه بزاف، وكنا كنتفرجوا في كل شيء، كنا بوليميك بزاف، يعني ديك الساعه ما كناش كنميزوا بين هذا فيلم كبير، هذا سيري زايد، هذا فيلم ناقص. بالنسبه لنا اي فيلم اجنبي راه ممتع، خاصه دوك الافلام ديال لي زار مارسيو، كنا صغار وكنا كنتفرجوا في هذوك الافلام بهذاك الحماس، كنخرجوا كنبغيو نقلدوهم، بل ان هذوك الافلام ديال بروسلي مثلا ولا فان دام ولا غيره نشروا في الشباب واحد الثقافه ديال انهم يديروا لي زار مارسيو. كنعقل بان كانت الانديه ديال الكاراتي كتكاثر بزاف هذيك الفتره، وكانت ديك لامود ديال ان الانسان كيتريني الكاراتي لا لشيء الا انه تحمس بهذوك الافلام، يعني شحنوا هذوك الافلام فاش كيتفرج، وحتى هو بغى يتريني، بغى حتى هو يولي بحال بروسلي، ولا على الاقل بغى حتى هو يضبط شويه هذوك الفنون القتاليه ويولي متميز فيهم. هذه هي هذا هو السياق فاش تشكل الوعي ديالي سينمائيا، وهنا فين كان الاحتكاك الاول ديالي مع السينما، تفرج في الافلام الاولى اما افلام هنديه ولا امريكيه ولا الافلام المصريه ولا غيرها. المهم ان الفيديو عمر لنا واحد الفراغ
كبير جدا، وخلانا اننا نفتحوا على السينما واننا نكتشفوا هذا العالم الجميل جدا ديال الفن السابع، ونعرفوا شويه على الثقافات ديال العالم انطلاقا من الافلام ديال العالم اللي كتوصلنا. واخا ما كناش كنعرفوا الاسماء ديال الممثلين ولا ديال المخرجين، ولا كنا فقط كنعرفوهم سميات الشخصيات اللي كيلعبوا في الافلام. كانت ايام زوينه صراحه، لان اكتشفنا العالم عبر هاد الافلام هادو. من هنا جات الفكره هادي ديال انني ندير شي حلقات على هاد النوستالجيا هادي. انا مره كنتفكر شي فيلم تفرج فيه في الصور ديالي، وكنمشي كنقلب عليه في انترنت وهذا، وكنعاود نتفرج فيه بالعيون يعني ديال داك الطفل الصغير اللي كنت شحال هادي. هاد الافلام هادو تيكون عندهم داك التاثير ديال ديك لا مادلين ديال بروس، لان تيرجعوك سنوات الى الوراء. وهادشي اللي بغيت نتقاسم معكم، سواء الناس اللي من الجيل ديالي اللي تزادوا في الثمانينات ولا في السبعينات، غنحاول نهضر على شي افلام قدام ربما اللي غادي يردوهم لهاد السنوات هادو، وغادي يفكروهم يعني بهاد اللحظات الجميله. اما بالنسبه للناس اللي من الاجيال اللي جات من بعدنا، فهذه فرصه باش انهم يعرفوا كيفاش هاد الجيل ديالنا كبر، وكيفاش تعرف على السينما، وشنو هما الاهتمامات ديالو، وفاش كان كيتفرج. الا كنتي دابا كتفرج مثلا في الافلام ديال السوبر هيروز، ولا مثلا داك العالم ديال مارفل بديك التقنيات العاليه كامله ديال سي جي اي، ولا تحت ليك الفرصه انك تشوفهم يعني بتقنيات عاليه الجوده 4K ولا فول اتش دي، ولا عندك فرصه انك تمشي للسينما وكتشوف هاد الافلام هادو بكاليتي زوينه. فحنا كنا شفنا افلام قدام بزاف بدي زيفي سبيسيو يعني شبه بدائيين، وبكاليتي اللي هي ماشي تلهي، ولكن كانت ممتعه، لان بالنسبه لنا كانت شي حاجه جديده، وكنتطور في الصوره ديك الساعه، لان اول مره كتحس ان عندك سلطه على داك الجهاز العجيب اللي هو التلفزيون. في الحالات العاديه كيتحكم فيك التلفزيون، تيعرض لك داك الشيء اللي بغا هو، ولكن مع الفيديو خدينا حنا البوفوار، يعني تسلمنا السلطه، وكانت عندنا واحد السلطه، وحنا اللي كنختاروا داك الشيء فاش بغينا نتفرجوا مثلا، وكنختاروا الوقت فاش بغينا نتفرجوا، ما غنتسناش انا حتى ترشق اليوم هما يدوزوا الاخبار وهذا عادي يدوز ليا الفيلم. انا اللي كنختار الوقيته اللي بغيت نتفرج، يا مع الربعه العشيه، مع الثلاثه، يا مع السته، يا مع الصباح، يا بالليل قبل ما ننعس. وليتي كتادابتي الفرجه السينمائيه للوقت المناسب ليك انت ولا داك الفيلم حداك، يعني تقدر تشوفه اكثر من مره. ماشي الا شتيه مره في التلفازه خصك تسنى شحال باش يعاودوه، دابا تيكون حداك تقدر تفرج فيه اكثر من مره. غادي نحاول اذا في هذه البلاي ليست هذه كل مره نهضر على واحد من هاد الافلام هادو القدام، باش اننا نتقاسموا كاملين هذا الحنين هذا وهذا النوستالجيا هذه لهذيك الوقيته ديال الثمانينات وبدايه التسعينات. وغادي نحاول ان كنفكركم بشي افلام قدام يعني تفرجتوا فيهم فاش كنتوا صغار، بالنسبه للناس ديال الجيل ديالي ولا الجيل اللي قبل مني. وهذه غتكون فرصه بالنسبه لكم تنتوا غوفيزيتي هاد الفتره هذه، وديروا شويه الضوء يعني تسلطوا شويه الاضواء على هاد الزمن الغابر من العمر ديالكم، وتنتوما تعاودوا تعيشوا هاد اللحظات هذه بالعينين ديال داك الطفل اللي كنتوا شحال هادي. اما بالنسبه للناس من الاجيال الاخرى، فانتوما هذه فرصه باش انكم تشوفوا افلام من داكشي اللي شكل الطفوله ديالنا، واللي يعني خلانا اننا نعمروا الفراغ ديالنا، ونلونوا شويه ديك الرتابه فاش كنا عايشين، وداك الملل اللي كان محيط بينا في واحد العصر اللي يمكن فيه لا تليفون لا بي سي لا حتى شي حاجه. نشوفكم اذا مع اولى حلقه هذه البلاي ليست هذه، في انتظار ذلك تحياتي.